رجعناكم أصدقائي أفضل 10 ألعاب بلاي ستيشن 2. أول لعبة عندنا لعبة لقى أصدقائي لعبة كونان، لعبة كلش حلوة عشان نلعبها على الاكس بوكس كلاسيك والبلاي ستيشن 2. ها؟ من اللعبات الأسطورية كلش. هاي مربع ويضرب الاكس. طبعا لعبة حلوة مال 360 اكو الجزء الاخر نزل على 360 الحين. صار جزء ايضا حلو. ننتقل للعبة اللي ورا. هاللعبة أصدقائي اسمها ديزيرت كونفليكت ديزيرت ستورم عاصفة الصحراء. هذا أول جزء نزل للعبة يعني. ها يحكي لك عن التاريخ ما بين الكويت والعراق وأمريكا ما تدخل. خلينا ننتقل للعبة اللي وراها. اللعبة اللي هو أصدقائي لعبة ساموراي جاك. ساموراي جاك. لعبة له أصدقائي لعبة ديمون ستون. لعبة له أصدقائي لعبة ألتيميت سبايدر مان. تتعارك فيها بينهم. This isn't you, it's the suit. I've been behind it. I know what it's doing to you. Ouch. Let me help you before you do something you're going to regret. Ow. I need to dodge faster than that. Batman. اللعبة اللقمة الباتمان أصدقائي. بلشنا باللعبة أصدقائي لعبة باتمان فينجنس. اللعبة عن كارتون باتمان كان ينزل بالتسعينات. ايام اذا نزلت على البلاي زين في حركات. اللعبة اللي هو اصدقائي ذا سفرينج نزلت على الجهاز البلاي ستيشن 2 بها جزئين طبعا الجزء الاول ما اذكر على البلاي ستيشن 2 وعلى اكس بوكس كلاسيك. اخر لعبة عندنا اصدقائي لعبة اسطورية خليتها بالختام عم ننهي الفيديو مالتنا. لعبة ذا ماتريكس. لعبة نزلت على بلاي ستيشن 2 والاكس بوكس كلاسيك فقط. حيسوي لها ريميك على بلاي ستيشن 5. سوى لها ديمو لها. ندخل على اللعبة. ما ادري ندخل بالحاسبة.
تختار. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. بتختار الحمراء تسمد بدل القصة. تختار البيض زرقاء تنتهي القصة بعد. Have you ever had a dream? You were so sure it was real. هذا ولا لابس مناظر ذكرت شفت كذا كتله بالفيلم كتله ويرجع مرة له. يضرب طلقة يجي يسوي بيض ما شاء الله. هلا الأطفال بالفيلم هذول. واو الجسمية زبالة بس اللعبة حلوة. لعب زينة الجسمية معناتها زينة. قبل لايك 2 يعتبر زين. شنو؟ موظف شرطي. واو لا بعد مد شوية. نقل لعبة وراها او بعد ماكو لعبة وراها صحيح. هاي اخر لعبة عندنا. هذا كل عندنا اصدقائي. شو يطلع لك شرطة طبعا. اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعل جرس كل شيء.